بس احنا دائما نفهم على المقلوب، دائما نعم للحين اكيد نفهم على المقلوب. يعني كنت عايشتي نعمل مفاوضه معه اصلا يقول لنا نعم بعد ارجع يقول كلام مره ثانيه لا. حاشي رحلة يوم ولا غدا احنا جالسين هنا يعني خرجنا من اجل روح انس الطاهره التي تضيء دروبنا بالحريه والسمود، واقول للشفاعه ان لم يسقطك اباؤنا كل الرؤساء اللي يحرقوا الأمهات قلوبهم الله يحرقهم بحق لا إله إلا الله إن شاء الله بإذن الله. حسبي الله ونعم الوكيل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أرق قلوبا واليا وأفيدة، نحن ما زالت رقة القلوب فينا، والدليل على ذلك بشهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يغركم صمتنا ولا يغركم حلمنا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ثورته أن تكون سلمية مع يعني مئات بل آلاف من القتلى والمصابين. أثبت الشعب اليمني أنه ليس شعبا قبليا، مع أنه ينتمي إلى قبائل وكان يظن به ذلك، وهذا يصدق ما يقوله الكثير من الباحثين.